رحبت الفنانة منى زكي بفرد جديد انضم لعائلتها، وشاركت منى زكي جمهورها بالصورة ديت واللي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام. الكلب الصغير ده هو أطلقت عليه اسم شمشون، موضحة أنها تلقته يوم 18 ديسمبر 2019، يعني امبارح. هي حاليا بتصور فيلم العنكبوت مع أحمد السقا وظافر عابدين. وإيه رأيكم في الفرد الجديد اللي انضم لعائلتها؟ هنشوف بقى الأفراد الحقيقيين اللي موجودين، أحدث صور ليهم وأسرار تانية عنهم. ظهرت ليلي ابنة النجم أحمد حلمي ومنى زكي في حفل النجمة جينيفر لوبيز في مصر في مدينة العلمين الجديدة، في ظهور يعد نادرا لها مع والديها اللذان يحرصان على إبعادها عن الأضواء والإعلام. وبدت ليلي بملامح فتاة شابة في سن المراهقة بعيدا عن الصور المتداولة لها وهي طفلة صغيرة منذ سنوات عديدة. دي وهي طفلة، دي الصورة المشهورة ليها معاهم، وهنا لما كبرت وبقت شابة جميلة مع والدها أحمد حلمي في حفل النجمة جينيفر لوبيز يوم الجمعة. من ناحية أخرى، نشر أحمد حلمي صورة جديدة لزوجته في 22/9/2018، وظهرت بالصورة منى زكي نحيفة إلى حد ما، مما أثار قلق بعض متابعيه. إيه رأيكم؟ نحيفة شوية بس هي حلوة في كل أحوالها. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تقف النجمة منى زكي بطلة أمام مع أحمد حلمي في فيلمه الجديد بعد غياب 15 سنة منذ فيلم سهر الليالي. ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اختيار أبطاله، وهو من إخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري. أيضا من ناحية أخرى، اختارت منى بالاتفاق مع زوجها أحمد حلمي اسم يونس ليطلقوه على مولودهما الثالث. يذكر أن منى تزوجت من أحمد حلمي منذ أكثر من 10 أعوام وأنجبت منه ليلي وسليم. وهنأت الفنانة شريهان منى زكي وزوجها أحمد حلمي على ميلاد ابنهما الثالث يونس. وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات تويتر: رسالة عبرت من خلالها عن حبها لمنى وأمنياتها للطفل قائلة: يونس نورت الدنيا يا مولود أغلى البشر في قلبي. منى زكي ربنا يبارك لك فيه ويحفظه، هو وسليم وليلي والمبدع أحمد حلمي، مبروك حبيبتي. ورغم أن النجمة المصرية منى زكي تفضل دائما تجاهل الشائعات وتراهن على وعي الناس، لكنها ردت أخيرا على كل الاتهامات التي حاصرتها هي وأحمد حلمي بعد إنجاب طفلهما الثاني سليم في أمريكا، حيث اتهمها البعض وقت ذاك بعدم الوطنية واللهاس وراء الجنسية الأمريكية لابنها. هنا أحمد حلمي مع أخوه يشبهه وهو في إكس لارج، تقريبا نفس الشبه يعني، بس تاني النضار. دي منى زكي طبعا. ورغم أن منى كانت قد أنجبت طفلتها الأولى ليلي في مصر، إلا إن أحدا لم يتساءل عن السر وراء إنجابها طفلها الثاني في أمريكا، واكتفوا فقط بتوجيه الاتهامات لها ولأحمد حلمي. وردت النجمة المتميزة بشكل غير مباشر حتى وإن كان متأخرا، وذلك من خلال إنجاب طفلها الثالث يونس في مصر، لتؤكد بذلك أنه كانت هناك ظروف قهرية أدت إلى إنجابها سليم في أمريكا، وأن ولادتها له في الخارج كانت استثناء بين ولادتين تمتا في مصر. تلك الظروف القهرية تم الكشف عنها مسبقا، وهي أنه في الأسابيع الأخيرة من حمل منى زكي في ابنها الثاني كان حلمي يعاني مشاكل صحية خطيرة في الظهر، وكان لابد من خضوع لجراحة عاجلة في أمريكا. وبالطبع رافقته منى زكي إلى هناك لتكون في جواره، وحان وقت الولادة وهي في أمريكا.
ورغم أن منى وحلمي استخرجا بالفعل شهادة ميلاد أمريكية لابنهما سليم، لكنهما فعل ذلك كإجراء طبيعي لتحديد مكان الولادة. وقد نشرت الصفحة الرسمية للمطربة أصالة عبر موقع الفيسبوك صورة لها مع منى زكي التي كانت تحمل على ذراعيها ابنها سليم في أول ظهور له خلال الاحتفال بعيد ميلادها. أنا أصالة مع منى زكي وابنها. أحمد حلمي مولود 18 نوفمبر 1969، ممثل كوميدي مصري. كانت بداياته في التلفزيون عندما كان يقدم برنامج لعب عيال، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرف. ده أحمد حلمي محبوب الجماهير في فيلم عبود على الحدود، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية. ولد في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهو الابن الأوسط بين 3 إخوة، خالد وأحمد وسالي. عاش في المملكة العربية السعودية عدة سنوات بسبب عمل والده بالسعودية، حيث سافر إلى السعودية في سن 8، حيث كان والده يعمل، ودرس في جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يرجع إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد ذلك بأكاديمية الفنون، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور. بدأ عمله مهندس ديكور لفترة، ثم مخرجا لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، ثم مذيعا في القناة الفضائية المصرية في برنامج دربكة، ثم في برنامج لاعب عيال، ونجح بعدها فاتجه للتمثيل، وقام بأول أدواره في فيلم عبود على الحدود، حيث شارك الممثل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز البطولة، ولفت المتابعين بأدائه الكوميدي. وتزوج من الممثلة منى زكي، ولديه بنت اسمها ليلي وابن اسمه سليم، وتربع النجم المصري أحمد حلمي بفيلم الجديد إكس لارج عام 2012 على عرش الإيرادات في الموسم السينمائي، بتحقيق إيرادات تجاوزت 29 مليون جنيه، يصبح في الصدارة. أما عن أصدقائه المقربين من الوسط الفني فهم أحمد السقا ومحمد هنيدي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز وإدوار ورامز جلال، وكانت تربطه علاقة قوية جدا مع الفنان الراحل علاء ولي الدين الله يرحمه. هنا مع بنته ليلي، عنده 3 أطفال دلوقتي. هنا مع أخوه وابنه سليم. أنا مع منى زكي. صور جميلة. هنا ليلي كبرت شوية أهي. أصيب الفنان أحمد حلمي بمرض السرطان في الظهر، وقام بإجراء عملية استئصال للورم في الولايات المتحدة الأمريكية، ده ساعة ولادة ابنه الثاني سليم. هنا الورم السرطاني يظهر بوضوح في ظهر أحمد حلمي قبل استئصاله. هنشوف برضو صور تانية ليه، هنلاقي الورم باين هنا في أحد أعماله، باين أوي الورم السرطاني. الحمد لله تم استئصاله في أمريكا، وده كان السبب إن هما راحوا أمريكا وولدوا هناك سليم. أما منى زكي فهي مولودة 18 نوفمبر 1976، وهي ممثلة مصرية بدأت التمثيل عندما كانت طالبة في الجامعة، بعدها قدمت أول تجاربها المسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، ثم بدأت العمل في السينما في منتصف التسعينيات من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها، ومن بينها صعيدي في الجامعة الأمريكية والحب الأول وليه خلتني أحبك. ومع مطلع الألفية صارت غالبية أدوارها أكثر تنوعا وتميل نحو الحس الدرامي، مثل أفلام سهر الليالي من نظرة عين واحكي يا شهرزاد. ولدت في القاهرة وهي الصغرى من بين أخواتها، عملت والدها كطبيب ووالدتها حاصلة على ماجستير تربية رياضية، وعملت في مدارس بورسعيد في فترة من الفترات. عاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب عمل والدها،
تنتقل بين الكويت وإنجلترا والولايات المتحدة، ودرست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة، وتمت خطبتها لفترة وجيزة من الممثل محمد الشقنقيري، وفسخت الخطبة بعد ذلك، ده قبل ما تتجوز طبعا أحمد حلمي. ده الممثل محمد الشقنقيري خطيب منى زكي قبل أحمد حلمي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.